سورة يونس عليه السلام. ألف لام را، انظر أين الخطأ. ألف لام را، كأن هناك همزة. فهمتوا يا شباب؟ سأقول لك شيئا سهلا للمعالجة. إذا صعدت فلا تنزل. ألف لام را را، لا تقل را، لو قلت را ونزلت ستأتي الهمزة، أو كأن هناك همزة. ألف لام را را، وحركتين فقط يا شباب. تقول لماذا، أين الهمزة، لماذا لم يقل ألف لام را؟ نقول هذا في غير القرآن جائز، لأن هناك لغة للعربي بالهمزة، وهناك لغة بالقصر، ونحن جاءت روايات القرآن كلها بالقصر. ما معنى القصر؟ حذف الهمزة هنا. خلاص، ألف لا مد فيها. لماذا لا نمد ألف؟ لأن الوسط ليس حرف مد، الوسط ليس ألف أو واو أو ياء. ولام نمدها 6 حركات. لماذا؟ لأن الوسط ألف وبعدها ميم ساكنة. را تمد 2 حركات، ولا نضع همزة بعد الألف، فهي وإن كانت لغة صحيحة إلا أن القرآن لم يأتي إلا بالحذف. فهمتوا يا شباب؟ وذلك في حروف حي طهر. حاميم كاف ها يا عين صاد. خلاص شباب. طه طه، لا أقول طه ها، كأن هناك همزة. احذر. الآية الثانية جاءت لساحر، رسمت هكذا يا شباب، رسمت لسحر ووضعت الألف في قراءة من قال ساحر، لأن هناك قراءتين، فهي جاءت لتوافق القراءتين. هناك قراءة لسحر وهناك قراءة لساحر. يبدأ أي 4 يا شباب. تحدثنا من قبل أن الإمام الداني رحمه الله يقول رسمت الألف هذه بعد الهمزة، لأنها لما تطرفت الهمزة ورسمت على واو أشبهت واو الجماعة فألحقت الألف، وكل هذا لا أؤيده. ما الشباب؟ لكن لم تأتي توجيهات لهذه الكلمة غيرها. الآية 15، لقاء نأتي بقرآن. طيب إذا أردت الابتداء، ها، إيتي بقرآن، ماذا استفعل؟ ضع يدك على نصف العين، إيت، وهكذا. بعد ضراء، هذا إعراب أنتم تعرفونه إن شاء الله، أفضل مني أنتم في الإعراب ما شاء الله. طيب الآية 22، يسير، فخم الراء إياك وترقيق الراء، هي رواية ورش، فنحن نطلق قراءة هذا من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء يا شباب. وجرينا بهم، جرت السفن، يعني هذا أسلوب التفات يا شباب، أصل الكلام وجرينا بكم، لكن لا دخل لذلك بمتاع الحياة الدنيا. يجوز التفخيم ويجوز الترقيق، عفوا، يجوز الفتح ويجوز الضم، لكن الضم ليست رواية حفص. الآية 27، قطعا افتح الطاء، لا تقلقل، لا تقل قطعا، لاحظ قطعا بخلاف قطعا، أنت تقلقل تسكن لا تختلس الحركة. 35، لا يهدي، أصلها يهتدي يا شباب، فأدغمت التاء في الدال، ثم
كانت الهاء اصلا ساكنه يهتدي يهدي ها فماذا فعل حفص كسر لا يهدي كسر الاول تخلص من التقاء الساكنين عجيب لكنه وارد في لغة العرب ولذلك جاء القران به لان الاصل ان التخلص من التقاء الساكنين اذا كان في كلمتين بكسر الاول ان ارتبطوا اما ان كان في كلمه واحده فالاصل ليس الكسر لكن ها تعومل مع الكلمه الواحده كالكلمتين واما هنا رسمت ماذا ان وما موصوله على ماذا على الاختصار وطلبا للخف واصلها ان وما ولو رسمت في موضع اخر مفصوله فعلى الاصل الايه 46 تعرضنا لها مثل قليل نعيدهم وليس نعيدهم الايه 51 يا شباب لها نطقان الآن وقد عصيت الآن وقد كنتم به تستعجلون لها نطقان هذا النطق الأول وهي لم ترد استفهامية إلا في آيتي سورة يونس ولم تأتي في القرآن مرة أخرى بالاستفهام هذا الشيء طيب النطق الثاني التسهيل تسهل ماذا سأشرح لك النطق الثاني الآن 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 لاحظ لا أقول أهل الآن لا أحولها هاء النطق قريب من الهاء الآن الآن ولا تمد لا تقول الآن ليس الآن طيب يبقى إذا نطقان النطق الأول إبدال الألف الوصل الثانية التي بعد الهمزة ألفا ومدها ست حركات لأن اللام ساكنة تقول معي الآن وقد الآن نعم التسهيل ماذا يفعل يأتي عند همزة الوصل فيسهلها بين تسهيلها بين الهمزة والألف تسهيلها بين الهمزة والألف خلاص شباب لو سئلت ما هذا المد مد لازم كلمي مخفف وهو الوحيد في القرآن الكريم والباقي كله عند حفص ماذا مثقل لماذا نمد تخلصا من التقاء الساكنين لماذا نسهل لان التسهيل كالحركه لما سهلت الهمزه كانك حركتها الايه 59 كلمه الله تعرضنا لها من قبل تعرضنا لماذا رسمت الالف لم ترسم بالالف قبل الهاء مع اننا ننطقها هكذا لكن لم نتعرض لاصل الكلمه اصل الكلمه اله اله من يستهج إله يلا استهج همزة لام ألف ها إله فهمتوا شباب فحذفت الهمزة همزة القطع ثم أدخلت الألف واللام فصارت الله الله ففخمنا اللام فصارت الله رأيتوا شباب اسلوها واللام لام شمسية وال التي فيها ليست للتعريف لأنه سبحانه وتعالى لفظ الجلالة هذا أعرف المعارف لا يحتاج إلى تعريف إنما ال هنا للتفخيم يا شباب والتعظيم خلاص شباب وأنا قد كتبت بحثا على ملتقى أهل التفسير منذ 10 سنوات أو أكثر أظن سمى لفظ الجلالة بين علماء اللغة وأهل التجويد أو بين علماء التجويد وأهل اللغة لفظ الجلالة بين علماء التجويد وأهل اللغة
طيب من أراد الرجوع للمزيد يعني. الآية 61 تتلو هذا الألف. لماذا جاء بعد الواو الأصلية؟ لما تطرفت الواو أشبهت واو الجماعة فرسمت الألف، هكذا يقولون. طيب ولا أصغر، أنتم تعرفون الإعراب، فأجمعوا أمركم وشركاءكم، هذا مفعول مع. ولا تنظرون مثل فارهبوني وأشباهي. وملئه، لماذا رسمت الياء مع أنها لا تنطق؟ أنت لا تقول وملئي وملئي وملئيه، فهمت الشباب؟ تقول وملئي. لماذا رسمت الياء طالما أنها لا تنطق؟ يقول ليعلمك أن الكسرة التي قبلها مكسورة، هكذا قالوا. وأنت فهمت هكذا قالوا يعني. الآية 79 ساحر، سحر لتوافق القراءتين. لاحظ ألقوا ألقوا، ما الفرق؟ ألقوا ألقوا، الأولى ماض، الثانية ها الأولى عفوا ألقوا أمر، ألقوا أمر، والثانية ألقوا ماضي. ما الفرق؟ فتح القاف فقط. ألقوا ألقوا. وملائهم تعرضنا لها طبعا يا شباب، هذه ألقوا وألقوا في المصحف القديم ستجد أن الكلمتين مثل بعضهما البعض تماما، لأنه لا تشكيل، فكيف سينطقها من السياق؟ أحسنتم، لأنهم عرب خلص فصح. طيب الآية 89 ولا تتبعان سبيل الذين يعني. خلاص يا شباب، النون هنا للتوكيد لكن كسرت لمناسبة الألف التثنية، النون للتوكيد وليست للتثنية، لكنها كسرت لماذا؟ لأن لتناسب ألف التثنية يا شباب. فإن كنت في شك، هذه لا دخل لها بالقراءة، لكن ومستحيل أن يشك صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم لا أشك ولا أسأل. الآية 101 يا شباب، وما 101 وما تغني الآيات، إذا وقفت على تغني اضطرارا أثبت الياء، وما تغني وما تغني، أثبت الياء، لأن الياء ماذا؟ مرسومة، حذفت في الوصل، حذفت في الوصل تقلصا من التقاء الساكنين. الآية 103 ننجي المؤمنين، لو وقفت على ننج هكذا ننج اضطرارا ها، لأن الوقف على المضاف دون المضاف إليه يجعل المعنى ناقصا. إياك أن تقف على الحروف، لأن الحرف لا يظهر معناه إلا بمن جواره. إياك أن تقف على الفعل وتترك الفاعل. إياك أن تقف على المفعول على الفاعل وتترك المفعول. إياك أن تترك جزءا من المكملات، هذه تسمى ماذا؟ مكملات، لها مكملات. فهنا ننج، ننج من؟ مؤمنين. إذا لا يجوز لك الوقف على ننج إلا اضطرارا، إذا وقفت قف بالجيم. وهكذا نكون وصلنا إلى سورة هود إن شاء الله في المرة القادمة بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.